ايه مش فاكره. انا مش جاي لها على سالفه الورد، بس يلا مشكور. للامانه انت بالفتره الاخيره صرتي وايد قريبه مني وايد اسولف وياك. انا مو فاهمه اي نوع من القرب اللي قاعد احسه. اليوم رايح انا مسؤول عنك وعن بنتك. قاعد اقول لك انت قاعد تحسسني بالامان، قاعد تصير ظهر وسند لي. متزوجه يم انتي؟ عاد امي اذا سالتك هالسؤال خلاص بتخطب لك. هي خاطبه حق نص بنات فريجنا. طلقي خالتي. في احد يخلي هالجمال والدلال؟ يم انتي ذهبه. مشكور ما قصرت. تقولين شيء ايش سويت؟ انا ما سويت لك شيء. يلا يلا لازم اشوف ايش ضروري. في موضوع مهم لازم نسولف فيه. شوفي يا محفوظة السلامة، عندي لك خبرين. الأول؟ الأول إني بسافر. ما فهمت، بتروح وترد ولا بتقعد هناك ولا شنو؟ لا هو خلاص يعني ببلش الكورس، فقلت أخلص أوراقي قبل لا يبلش الدوام. الخبر الثاني إنك بتين وياي. شنو؟ على أي أساس؟ شنو على أي أساس؟ على اساس انك مفتي. انا خلاص من يوم الاربعاء بروح انا واخوي بن محمد، بروح بيتكم لاخطبك من ابوك. لا تحاتين ولا شيء. اجراءات الزواج واجراءات سحب ورقك من الجامعه كلها بتصير بسرعه. سوي لنا حفله صغيره واي شيء محتاجته خلاص مو مشكله، روح السوق ونشتري لك اياه. ايش تبين بعد؟ زين عمي محمد شكوا بالموضوع، مو المفروض الحريم يقعدون اول؟ انا مالي من اهلي الا اخوي ابو محمد. واذا على مرته ابو محمد الله يحفظها فهي صفه بصف مرتي. وشايفه ان علاقتي معاك راح تاثر على زواجي. وانا من الاساس ناوي اطلق. خلينا نخلي الحريم برا الموضوع ونخلي السالفه بين الرجال وايد احسن. ودراستي؟ دراستك لا تحاتين. أنا كلمت واحد بالتعليم العالي وضبطت الأمور كلها. زين وشلون يعني أتزوج كذي على السريع وسكاتي؟ إيش سكاتي؟ أسوي لك شبه حفلة صغيرة ومحفوفة. بتعيشين إحساس العروس، بتستانسين. تالي بروح أمريكا شهر العسل ونعيش حياتنا مع بعض. يعني خلاص؟ صارت الصجية؟ إن شاء الله. بس شوفي من هني ليوم الأربعاء ماني مكلمك ولا داق عليك ولا شيء. كذي بشوف تشتاقي لي ما تشتاقي لي، ادق الثقل عليك شوي. وشوف اذا تقدر. عموما انا هالفتره لازم افاتح امي وابوي بالموضوع، احاول امهد لهم السالفه. ونشوف بعدها موضوع الثقل. يلا ان شاء الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا 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 يا هلا يا هلا حياك الله. عاد تونا بطاريك انا والوالد. خير ان شاء الله صاير؟ قاعدين نسولف عن مستقبلي. لا كذي اليوم كلنا راح نسولف عن مستقبلنا. عسى خير؟ خير ان شاء الله. انا قررت اني اتزوج. مره ثانيه؟ زين عمي امورتك ايش صار عليها؟ مو متفقين مع بعض. ولا قوة الا بالله. الله يهدي النفوس ان شاء الله. ترى مهره خوش مره. لا تستعيل، لا تستعيل ابن الحلال. يا اخوي الله مو كاتب نستمر مع بعض. يبا هذا عمي بياخذ الثانيه وانا للحين الاولى وبعد مجرد قرار ما صار شيء. على ايدك انت بس اشر اشر وقول واحنا نروح نخطب لك. عاد توني قاعد اكلم الوالد عشان يخطب لي. نصدقك. منو هذه تعيسة قصدي سعيدة الحظ، سعيدة الحظ اللي بتاخذك؟ والله عمي هي ببالي من زمان يعني. وبس تراها مجرد يعني خطبة تو الناس على الزواج. يقول لا تطولها، قول من هي؟ هاجر بنت خالتي. وكلمت الوالد عشان يكلم ابوها ان شاء الله. وباقي التفاصيل عند الحريم ان شاء الله. البنت صارت عروسة الحين. وانت ولد خالتها، الزم فيها من الغريب. عدل ولا من عدل؟ عدل يا ابو عدل، لا تطير البنت من ايدي بعد. وانت؟ حاط عينك على احد ولا نخلي ام محمد تخطب لك؟ لا مو حاط عيني على احد. لو محمد تخطب لي وايد احسن. الله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله. كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله. زين؟ والله يبارك فيك. هي نكتب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نقدر نقول مبروك ان شاء الله. ان شاء الله. لا تنسى الله تنسى الله.
بيبي بليز لا تسوي فيني كذي، تعالي معاي، ذوقه صعب ما اعرف. اي مو انت ذوقك احلى من ذوقي. واي منى انا شكون زين؟ عيد ميلاد ريلتش انا اي معاك شكو اقص عمري؟ روحي اشتري لها الهديه انت بروحك. مالي شغل بتيم معاي وتختارين انت الهديه بعد. انا جريبه من بيتك خلي الزهبه. لا حبيبتي مو الحين. نطري خلنا اروح اودي لولو ببيت اهلي واذهب وايلك. ايلك كذي بعد ساعه. المهم ما تتاخرين، انا لازم ارد البيت مبكر، ابي احضر اليوم ما حضرت حق طالباتي مساكين توهقنا. يلا اوكي باي. يما ايوه ابوي راح يسافر. هو قال لك؟ ايوه قال لي. شنو قال لك بعد؟ هو قال لي بعدين راح ياخذني وياه عشان اسافر، لان انا قلت له ودي اسافر معاه. أتوقع أن كل القواعد صارت واضحة بالنسبة لك. والله مشكورة يا دلال وما قصرتي، وإذا نجحت إن شاء الله لك مني هدية وايد حلوة. نجاحك هو أحلى هدية بالنسبة لي. أنت ما تدري إيش كثر تعني لي، أقصد إيش كثر يعنيني نجاحك. صدقيني إذا نجحت بالتوفل إن شاء الله راح أحس إني سويت إنجاز مو طبيعي. يقول لك أول خطوة في تحقيق الإنجاز هي الخطوة الأولى. تقصد الماستر؟ لا أقصد موضوع خطبتي. هذه الفرصة اللي قاعد تنطرها من سنين وأخيراً تجرأت. تخطب؟ يعني في أحد ببالك؟ إي والله بنت خالتي، وهي ببالي من زمان، وعلى قولتهم حب الطفولة، وكبرنا وكبر الحب بقلبي. وبس أمانة يعني ما عمري تجرأت، بس على قولتهم كل شيء بوقته حلو. إي الله يوفقك. الله يسلمك، بس ترى ماكو شيء رسمي يعني، مجرد كلام للحين. وهي تحبك؟ والله ما ادري يعني، بس اتوقع هي تحبني يعني، يبين من تصرفاتها انها تحبني. اي الله يبارك يا رب. على العموم انا مضطره امشي، تذكرت عندي موعد وايد مهم. مشكوره يا دلال وما قصرتي المره الثانيه، وها ترى انت اول واحده معزومه، لا تخلين ان شاء الله باذن الله. عندكم هذول بعد ديزاينات هذه؟ ما ادري، انا احس هذه حلوه كذي، عمليه بسيطه تلوق على كل شيء. وايد عجيبه، انا باخذها خلاص ان شاء الله. انا بعد عجبتني، شكلي باخذ واحده. حط لي منها ثنتين. حاضر تحت امرك. حقي وحقها. انت حق منو بتاخذينها؟ حق ابوي. عجبتني شي، حسيتها راقية وحلوة. عمي يستاهل. غلف لي اياهم اوكي؟ ان شاء الله.
سويت أنا؟ علقت نفسي بوهم وعلقت هاجر معاي. شلون أصلح اللي صار؟ البنية تنطرني أخطبها وتتفاجأ أن محمد ولد أخوي هو اللي جاي يخطبها. ترفضها؟ أكيد بترفضها لأنها تحبني. شو أسوي؟ أكنسل الموضوع بكبرة ولا أدوس على قلبي وأمشي وأخليهم كلهم؟ ما أدري، ولا أوقف بوي ولد أخوي وسعادته مات. حبيبي تبين تقنعيني الساعة هذه اللي دفعتي لها فلوس حق أبوك مو حق أحد ثاني وخش عني؟ زي خلاص أنا ما عندي مشكلة، قولي لي بس اسمه. هو تشعر في شيء؟ ما تبي تقولي لي تفاصيل؟ بموتها بعرف، ما أقدر أمثل أنا مو عارفة شيء. أنا حاسة إن في شيء. أنت شفيتش؟ قاعدة أقول لك حق أبوي، وبعدين إذا في شيء أنت أول وحدة بتعرفي. يما منك أنا متأكدة عندك شيء وتخشين علي. إيه أنا مقتنعة، معناه أنا أقول لك كل شيء وأساعدك وأوقف معاك، بس كيفك؟ أنا صديقتك ترى خيتك، أي شيء بتقولين لي سرك كبير، ما أدري راح أعرف. لاحقة بتعرفين. شو طالع؟ أكيد ماكو شيء؟ أكيد. بمشيها. مشيها. بالغصب. تعالي صدق بقول لك، سعاد يقولون تاخذ إجازة أم عمر. ها يعني قاصة علي الحين غير الموضوع. لازم أصدقك؟ لا ترى صدق، قالوا لي إنها بتولد. هجور هجور يمه هجور قعدي يلا يلا يمه يلا يلا قعدي. صارت الساعة 10، شنو اليوم ما عندك محاضرات؟ لا اليوم اوف. والاوف ليش بالله؟ شنو الدكاترة معطيني تشا ولا شنو؟ انا ما اعطيت حق نفسي. لا والله وش حقه بالله؟ مزاجي حلو وما بيعفس بطاري الدراسة، فقلت اخذ بريك. الحمد لله والشكر. يلا يلا قوم تريقي معي يلا. صباح الحب. بيبي والله انا احمد الله عليك. تدرين شو اللي يعجبني فيك بغض النظر عن جمالك وانك تدشين القلب من اول نظره؟ انك مو فاضيه، انسانه واعيه وقويه ومثقفه وبنفس الوقت حساسه ومزاجيه. تدري عاد ساعات ظروفنا هي اللي تشكل شخصيتنا. طبعا ترى الانسان لحياته سهله ومرفهه، بالعاده ما يتكون عنده شخصيه قويه ويكون قد المسؤوليه. على فكرة أنا ربيت في بيت اخدم نفسك بنفسك وساعد عمرك بعمرك. تخيل أنا ليه صار عمري 18 سنة بيتنا ما في خدام. لا والله. والله العظيم أنا أقول لك السالفة. جدتي الله يرحمها كانت تعاني من الضغط وما تواطن شيء اسمه خدم. تخيل لو بيتنا كان في خدامة يعني بيشب عليها الضغط وبتعال المستشفيات ولويا. فأبوي شنو قال؟ قرر قرار أن البيت ما في ولا خدامة وكل واحد يساعد نفسه بنفسه. هذه قصة كفاح بهالزمن وماكو خدامة ترى شيء مو سهل. جرب تعيش في بيتش كبرى دورين وسرداب وما في خدامة، جرب وتعال قول لي. إلا بلا قصة كفاح هذه. زين على فكرة هذه لك. تفضل. ليش بيبي ليش ليش كلفتي على عمرك؟ ايش دعوة؟ لا كلفت على عمري ولا شيء. شفتها وعجبتني وحسيتها لايقة عليك قلت اجيبها لك. يا حبيبتي ترى أنا مالي بالهدايا. أنا أعطي هدايا. أعطي حب وأعطي اهتمام. أنا هديتي الصجية اللي أشوفك مرتاحة قلبك خالي من الهموم. هديتي أني أشوف الشقة من هني لهني أني أشوف ابتسامتك، هذه هديتي الصجية. عليك بالعافية. الله يعافيك. زين جرب شباب والله مالي بس سوالف. شوفه أكثر واحد أصلاً ينحاش وقت أعياد الميلاد، لما يصير عيد ميلادي ينحاش ما بشوف أحد. صدق حتى أنا مالي بالهدايا.
يعجبك. كني انا رايح بشتري حق نفسي. كني انا رايح بشتري حق نفسي. يما ما حد دق عليك اليوم قال بيزورنا؟ احد مثل منو؟ خالتي مريم البنات او احد دق على ابوي؟ وليش هالتحقيق؟ ما ادري زهقه يما ما حد مرنا اليوم. روحي انت بيت خالتك روحي شوف البنات وقعدي معاهم. لا مالي خلق. إلا يما أبوي وينه؟ راح المسجد يصلي للحين ما رد. إنزين ما قالك إنه في أحد اتصل عليه سأل أو قال إنه بيزورنا؟ لا أنت بنتي خالية اليوم ما أدري إيش فيك. لا خلاص خلاص ما فيني شيء. صارح أموي ليش ما أقول لها وخلاص؟ إيش فيني خفت؟ يمكن خفت تنشر الخبر بين العائلة تقول حق خالتي. بس هي أول وتالي راح تدري. يا ربي يا ضاري وينك؟ ليش للحين ما كلمت أبوي؟ إيش اللي أخرك؟ اتصل ولا ما اتصل؟ احس ان في شيء غلط. وينك من زمان؟ يجري الحياة كلها طعب. لما تلقى نصك الثاني تحس ان روحك مرتاحة وقلبك يبتسم. انا الهدية بحد ذاتها ما تعني لي شيء، بس لما يذكرك شخص تحبه تفرح وايد. والله يحرمني على اهتمام.
يحبني يحبها لا تحرمني منها يا رب. صدقين يا فاتن، من الصبح وأنا لاهية مع هالخدامة نغسل بملابس فهيد، صدقين باليوم 3-4 مرات يبدل هدومه؟ ما علي خالتي، باكر بيتزوج وياخذ ذيك المرة اللي بتوقف له نفس العظمة بالبلعوم وبتعلمه شلون يصنع ملابسه ويرتبها. إن شاء الله يا ربي يلاقي بنت الحلال، بس أهم شيء ما تكون مثل مرتخ وطليل. لصدق على طاري شيماء، مو قلت اليوم بتمرج؟ والله قال طلال النبي يجيبها عندنا وهو يخلص له كم مشوار. بس يا معودة ما لي خلقك كلش، إن شاء الله ما تيجي. السلام عليكم. سلام. هلا بالمختفي. كل هذا الجامعة ماخذتك؟ ريلي يقول إنك ما تسأل عنهم وما تبرهم الديوانية. وين وين الدواوين؟ روتيني صاير نادي جامعة بيت. شا أقول بعد؟ خليها على الله. زين إيش كثر باجي لك وتخرج؟ هانت ما بقى شيء. دكتور عبد الله مشاري للحين يدرس عندكم؟ وين دكتور عبد الله تقاعد من زمان. ويا حليله كنت وايد احبه. خوش دكتور. اي بقول لك شيء عن الجامعه، او يمكن مو عن الجامعه، عن الحياه كلها. في ناس راح تدش حياتك راح تاثر عليك بطريقه ايجابيه، خصوصا اذا كانت معاملتهم زينه، مستحيل تنسينهم. معك حق، المعامله الحلوه تترك اثر حلو. انزين وشلونك مع مرت اخوك الجديده؟ شكو هذا بهذا؟ لا بس قلت على طاري المعامله الزينه وكذي. لا تحاولي، مثل معامله بيبي ما راح يلاقي كلش. هذيك كانت غير، أخلاق وسنة، بنت أصل وفصل، الله يذكرها بالخير. هاي وين سرحت؟ لا لا معاكم معاكم. تفقدني؟ شلون ما افقدك؟ افقد عيوني وما افقدك. كل شيء فيك حلو. ترى قاعد تحرجني بكلامك. شو اسوي؟ من اشوفك الكلام هذا يطلع مني بروحه ما اقدر اتحمل. انت الشيء اللي حسسني ان الدنيا للحين فيها اشياء حلوه. قولي لي رايج، خذ رايج. شفي الله حلوة. شريتي هدية حق أبوك؟ هدية؟ بس بابا خلص عيد ميلاده. اي عادي خلص عيد ميلاده، مو شرط إذا تحبين شخص تشتري له هدية أي وقت. حلو، وأنا شنو أجيب له؟ أنت مو لازم تشترين له هدية، تدرين ليش؟ ليش؟ لأن أنت أغلى هدية عنده. وأنت غالية عليه؟ طبعاً، أنا وأنتي. يموت علي ويموت عليك. ليش ما يجيب لي هدية؟ يما منك انتي بعد، حمتي تبين هدايا؟ والله ما انتهينا، قومي نامي، نامي نجحي تفوقي نجيب لك هدايا لين شبعين. يبحق الأبو للبنت.
سلامات، ايش فيها الوالدة؟ الله يسلمك. ما فيها شيء، بس كان عندها السكر مرتفع شوي. الا تعالي صدق بسألك، اختك بيبي مخطوبة. ليش تسأل؟ الحين انت جاوبيني بدل ما تقولي لي ليش تسأل. اي مخطوبة. ايه على البركة. ما قلت لي. انزين ليش قاعد تسأل؟ شنو بتروح تقول حق طلال؟ لا طبعا، شلون اقول حق طلال وطلال اصلا ما يدري ان احنا نكلم بعض؟ عيل ايش طاري عليك يعني؟ لاني شفتها اليوم معاه بمطعم الصبح، فقلت اكيد مخطوبه. لان عارف بيبي مو سوالفها هذه. اي سوالف تقصد؟ يعني مطاعم وهالحركات، عرفتي؟ زين ما انا قاعد اروح معاك مطاعم واشوفك واستقبل منك هدايا وورد. انا شنو بنظرك؟ لحظه لحظه، هدي اعصابك. انت حبيبتي، دنيتي، حياتي كلها طبعا. ايش فيك؟ ترى انا وانت اخرتنا زواج. وبعدين ترى كلمتي عاديه ما فيها شيء. اقول انا وايد دايخه، بروح انام. كذي تثبتي لي انك زعلتي؟ لا مو زعلانه، بس بروح انام. اكيد؟ اي اكيد. زين تصبحين على خير. وانت من على خير. هاولو لو ماشي؟ عارف ودي. اي والله ماشي يا معود، تعبان ميت من التعب، بس دامني اطمنت على الوالده خل اروح انام مره قاعده من الصبح. يقواك الله. الله شلون بنتك؟ زين الحمد لله. تسال عنك باكر بجيب لكم اياها البيت. يلا زين قلت لي عشان اكون موجود اشوفها. الا ما سمعت عن بيبي. بيبي؟ لا ايش فيها؟ يقولون بتتزوج. شنو؟ تزوج؟ ايش درك؟ عاد سمعت وخلاص لا تدقق. لا ما دريت. الله يوفقها الله يوفقها. أقول شكلك للحين تحبها. يما. أيوة. أبوي راح يسافر، هو قال لي بعدين راح ياخذني وياه عشان اسافر، لان انا قلت له ودي اسافر معاه. انا وطلال خذينا بيت بامريكا وراح ننقل اوراقنا ونعيش هناك. طلال بياخذ بنته لولو معاه. معقوله يكون كلام شيء ما صدق؟ يا ربي ما ادري شو اسوي. ادق على طلال اتاكد. لا لا ماني داك. قول يا طلال توصل فيك المواصل تحرمني من بنتي. أنا مو عارف شنو اللي قاعد يصير بالضبط، وليش ردة فعل أخوي طلال كانت كذي لما قلت له إن بيبي انخطبت. منو هذا اللي شافه فهد مع بيبي؟ معقولة تعرف واحد وأنا ما أدري؟ لا 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 ما أتوقع أنها على علاقة بأحد، يعني خاصة بعد طلاقها. بعدين أصلاً مو معقولة تكون مخطوبة وإحنا ما سمعنا خبر، أو على الأقل أمي سمعت شيء أو درت. وأنها رافضة فكرة الزواج، فهد أكيد قاعد يكذب، ويمكن بعد طلال دازة يتأكد إذا بيبي بتتزوج ولا لا. يعني معقولة بدور قاعدة تشذب علي ولا شو؟ يا خوفي إنك صدق تغيرتي علي بدور. إذا هذا مو خطيب بيبي، عيلش علاقتها فيه؟ يا خوفي بدور تطلع نفس أختها وعندها علاقة بأحد قاعدة تلعب بمشاعري بس.
معقولة يكون سالم يعني؟ معقولة؟ مسكي مسكي شباصك اهديني ما ادري شلون كذي انت كل شعرك الله يعورني اي لان كشه بسوي عجفه عشان ما يصير كشه لا ما ابي عجفه ابي مفلول لا مو كيفك ما ابي بعدين البنات يضحكون علي استغفر الله لولو ماما لا تنرفزيني ترى بروحي مو طايقه عمري ايش طولتها هذه شكلها تنزل ياهل حبيبتي انا امك وادري شنو حلو عليك خلاص عاد لولو تعالي الله شو الشعر الحلو هذا رسالتك اللي دزتها مع لولو وصلت رسالتي هي رسالة ما 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 وصلت شيء مع لولو أنا بنتك اكشفت خطتك وأحب أقول لك إنها فشلت تدري ليش؟ لأني راح أشتكي عليك وراح أبهدلك بالمحاكم ما راح أسكت لحظة ما مو مستوعب من البداية وتكلمي عدل شو رسالته؟ شو خطته؟ صاير؟ شو فيك؟ انت مو قايله انك بتاخذها وتسافر؟ طلال ليش كذا قاعد تسوي؟ انت بتحرمني منها؟ ليش بتقطع قلبي انت؟ طلال احنا تطلقنا واحنا متفاهمين. ليش كذا قاعد تسوي؟ بيبي ذكري الله من بياخذ بنتك منك؟ شو فيك انت؟ يبا كل السالفه فهمتها غلط. بسافر مع الدوام دوري. قلت حق البنيه تبين شيء يا بابا؟ قالت لي لا اخذني معك بسافر معك. اكسر فيها يعني؟ قلت لها تعالي معي. هذه كل القصة، ايش فيك؟ صدق؟ اي والله صدق. بعدين بيبي، انت دامنك متزوجين، ما رد حضانة البنت بتيني، يعني هي كذي كذي السالفة نفس الشيء. منو قال لك اني بتزوج؟ سمعت. ليش حضرتك مراقبني؟ وليش راغبك؟ يبى تديرها لكبرها، سمعت. خلصنا. الخطوبة للحين ما تمت. وأنا للحين ما اتخذت قرار. وش اللي يمنعك؟ ليش مجنونة؟ أنا جربت الزواج معاك وكرهته. والله خوش إجابة، نموذجية الصراحة. بس أفتكر يا بيبي في إجابة ثانية. أنا بروح أنادي لولو. بيبي أنا للحين أحبك. بيبي لا تنسين الأيام الحلوة اللي بيننا. ذكري بس 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 تكفى لا تعور راسي، لا تطيح من عيني أكثر ما أنت طايح منها.